ملجأ الأيتام. وكان عندي كم سنة والظروف المحيطة. قلت كل الأسئلة عشان تقولي بقى تحكي على راحتك. لا دخلت الدار وأنا عندي سنتين. سنتين والظروف ان هي بيبقى اي حد ما عندوش اي اهل خالص ولا كده، فطبيعي ان هو بيدخل دار الايتام. الاطفال اللي هم فاقدي الرعايه او فاقدي الوالدين بيدخلوا دار الايتام. كان فين بقى الدار دي؟ في مصر القديمه. مصر القديمه كويس. وعيتي على الحكايه دي وانت عندك كام سنه انك في دار ايتام؟ من اول سنتين تقريبا، اول ما سنتين؟ دخلت. سنتين؟ لان قبل الدار كان المفروض برضو ان يبقى في فتره كده بنقعد فيها مع مربيه او كده، وبعد كده عشان الدار زمان ما كانتش مؤهله انها تستلم اطفال صغيرين. لما كبرتي شويه عرفتي انت دخلتي الدار ازاي؟ يعني ما عرفتيش؟ يعني كيف تم دخولك الدار؟ جابوكي منين؟ القصه لا لا ما اعرفش خالص، ما عرفتيش خالص. لا لا مش خالص. مكتوب. بيبقى مكتوب بس بيبقى من الاحسن ان احنا ما نطلعش عليه. بس هو فعلا هم اللي سموكي في الدار ولا انت رحت باسمك؟ لا انا رحت باسمي، لان لازم اول ما يتم العثور على اي طفل بيتعمل له شهاده ميلاد على طول. فتعمل لي شهاده ميلاد طبعا، يعني كويس. ما ينفعش اعدي مثلا كام شهر من ولادتي وما يكونش عندي شهاده ميلاد، فتعمل لي شهاده ميلاد بالاسم بقى باي اسم. بقيتي نهله. بقيت نهله النمر. بس اسمك كان فيه قصص كده، اسمك كان عليه قصص. هي الفكرة ان في دار الايتام عشان الدنيا ما بتبقاش معروفة قوي، وممكن ما تبقاش معروفة للناس نفسهم اللي بيربوا المشرفين او كده، فدايما اسمي كان كل شيء عمال يتلخبط، مها، نهلة، نهال، هدى. ما كنتش يعني مرة يقول لك يا هدى، مرة يقول لك يا نهال، مرة يقول لك يا نهلة، يا نهى بتاع كده. لا اي نون فعلا يعني. اي نون او اي هدى يعني. لحد بقى ما بندخل بقى المدرسه نفسها بقى بنعرف ان بقى عرفت بقى ان انا اسمي نهله. بعد كده شويه والاسم بتاع الاب بيبدا يتغير، بعد كده الاسم بتاع الجد. فلا الاسم بتاعي فضل فتره طويله لحد تقريبا في ثالثه اعدادي، كان ما كنتش عارفه اسمي الحقيقي كان ايه يعني. او ما تعرفيش لغايه ثالثه اعدادي ان اسمك الحقيقي نهله؟ لا انا عارفه ان اسمي نهله بس ما اعرفش الاب مجدي الكماله ايه. الكماله كل شويه كنت باخدها على 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 مراحل متقدمه. طب وهل نهله النمر ده اسمك الحقيقي يعني النمر ده، ولا ده اسم؟ لا ده الاسم اللي انا خدته. بس هو الاسم، الفكره كمان ان الاسم اللي انا خدته عشان يطلع لي شهاده ميلاد هو انا مش عارفاه، فهي كانت مشكله زمان يعني. يعني هم خدوه حطوهولك وانت ما تعرفيهوش؟ لا هو المفروض ان احنا لما بيتعمل لنا شهاده ميلاد بيتم اختيار اي اسم والسلام. وخلاص تعرفي بقى اسمك. وخلاص هو ده يعني. انا المفروض ان اسمي نهله مجدي سعيد النبي. بس هو في الدار نفسهم كمان ما كانوش قايلين لنا اساسا الاسم الكامل بتاعي المفروض يبقى ايه. فانا فضلت فتره من حياتي كل شويه يا اما احنا نخترع لنفسنا اسامي او لحد بقى ما. والمدرسه كانت في الدار نفسها؟ لا كانت بتروحي مدرسه؟ مدرسه بره. المدرسة بتاعتي بره في ابتدائي واعدادي وثانوي، كل المدارس بتاعتي كانت بره. برضه في مصر القديمة كلها؟ مصر القديمة، المنيل يعني. قريب زي ما أي حد بيدخل ولاده مدارس قريبة من البيت وكده، فكانت المدرسة قريبة، وخاصة أنا كنت بروح ماشي فكلهم كانوا قريبين. بتروحي ماشي وترجعي ماشي؟ كويس. خرجتي من الدار إمتى؟ خرجت عندي 23 سنة. فدي كانت المرحلة بقى بتاعت ان واحد خلاص ساب الدار بقى ويبدأ يستقل بحياته ويعيش بقى بعيد عن الدار وعن اي حاجة ويبدأ بقى يعتمد على نفسه. يعني انت خرجتي لانك انت كبرتي وتستطيع الاعتماد على نفسك المفروض. وطلبتي انك تخرجي؟ لا لا، هو المفروض ان القانون بيقول ان البنات ما بتقعد لحد سن الجواز. وهو السن ده مش معروف هو امتى، فكل دار. لا معروف امتى سن الجواز يعني. الجواز بالظبط. اذا ما اتجوزتش تفضل قاعدة. بالظبط. يبقى خلاص، يبقى الشرط الجواز. الشرط. انت اتجوزتي؟ لا انا طلعت. انا ما خرجت، هي الدار قالت ان خلاص انتوا كبرتوا وعديتوا ال 21 سنه فالمفروض تخرجوا. وهو حتى لو انا هخرج بس المفروض كان يبقى في تاهيل ان انت خارجه دلوقتي. طب انا هعيش فين؟ فوجئتي بالخروج؟ انا فوجئت بالخروج. طيب احكي لي بقى في المراحل اللي هي لما بدات تدركي الحياه وتدركي ان انت في دار ايتام، الحاجات اللي انا سمعتها شفتها في حاجات ليكي كتير كانت مزعجه والناس قد لا تدرك حجم ازعاج هذه الاشياء. يعني يمكن الناس تتصور ان اليتيم في الملجا عايز ياكل ويتدفى ونجيب له لعبه ويعني هي دي الحكايه كلها، يعني وننيمه في مكان كويس ونعلمه وبتاع. لكن انت قلتي حاجات لمست، يعني حاجات مهمه ممكن الواحد يعملها وهو مش واخد باله.
هي الناس كلها فعلا زي ما حضرتك قلت كده بتحصر حاجات اليتيم في الاحتياجات الاساسيه، الحاجات الماديه، الحاجات الماديه لو اكل وشرب ونجمع له بيت وبطاطين وكده بس، وفي نفس الوقت كمان ولعب، ولعب خاصه ان معظم الناس حاصره اليتيم في مرحله الطفل اللي هو الطفل اللي احنا بنروح نلعبه وكده وبعد كده خلاص، مفيش سن مراهقه، مفيش شباب، مفيش ان في بنت بتتجوز او بتكبر تشتغل او شاب بيتخرج، كل الحاجات دي الناس بتنساها وفجاه بيفاجئوا بينا قدامنا معاهم في المجتمع، فدي بتبقى في كده صدمه كده حضاريه بتحصل للناس ان ايه ده والله بجد وانت من دار ايتام؟ اه والله انا من دار ايتام، فما حدش بقى بيتصور او بيتقبل فكره ان الصدمه بيشيلها الطرفين يعني اللي بره واللي خارج، والطرف الاكبر اللي هو انا عايز بقى الطرف بتاعك ده عشان احنا نتعلم ونستفيد ولا نكرر الاخطاء. الطرف الاكتر انا اللي بشيلها، لان بالنسبه لي انا خارجه على مجتمع انا اساسا شخص فيه. خلي الخروج ده مرحله ثانيه، خلينا في المرحله الاولى اللي هي لما بدات تدركي وبدات تروحي مدرسه وترجعي وتتعاملي في الحياه وكده، ايه الحاجات اللي كانت بتزعجك؟ هي معظم طبعا الحاجات اللي هي اللي احنا ما كناش عارفينها واحنا في الدار، مثلا احنا موجودين هنا ليه، طب ليه احنا ايتام، طب ليه يعني ايه اساسا كلمه يتيم، فكل الحاجات ديت بقى لما ما يتردش عليها في الدار ونخرج بقى نلاقيها من المجتمع اللي بره والمجتمع ما شاء الله. بس انت قلتي برضو ان في، انا بنشط ذاكرتك انك قلتي انه مثلا يجوا مثلا يقولوا هتخش ثانوي ايه ولا هتخش بتاع، يقولوا له هتخش زغتها يعني ما بيتعاملوش معاكي بمنطق. هي الفكره اللي هو جوه الدار لو انا التنشئه الصحيحه مش سأل الدار على الاطلاق، لا خالص لا بالعكس، حاجه تفاصيل صغيره مهم ان احنا كلنا نسمعها. فهي الفكره ان فكر الدار نفسه على فكره هو اللي بيصب فيا، هو اللي بيشكل لي، فلو الدار بتاعتي مثلا هي مصره على ان البنات ما يتعلموش، البنات اللي جوه الدار ما يتعلموش لاي سبب، فاحنا مثلا كان عندنا حاجه ان ما فيش ولا بنت بتدخل ثانويه عامه خالص، ما اعرفش ليه، فبالنسبه لي بصرف النظر عن امكانياتها، بصرف النظر عن امكانياتها ومستواها التعليمي وكل حاجه، وانا مستواي التعليمي كنت متفوقه جدا وكنت طالبه مثاليه كمان في المدرسه، فبالنسبه يعني اللي جايبه لي رقم كويس في الاعداديه اي حد كويس، اي حد هيدخل على طول تمريض يعني بدون اي تفكير، فبالنسبه لي لا دي كانت حاجه ده تعليم وانا شاطره، فايه الفكره في ان انا حتى لو اخواتي على عيني وعلى راسي بس انا مش عاوزه ابقى زيهم او مش عاوزه ادخل نفس الحاجه اللي هم دخلوها، فبالنسبه لنا لا كانت موضوع التعليم دوت ان احنا ندخل نتعلم ثانويه عامه وندخل الجامعه وكده ده كان مرفوض تماما، فبالنسبه لي لا، وبالنسبه لي برضو اللي انتوا بتقولوه هو مرفوض تماما، فكان دي اول صدمه بيني وبين بين الدار يعني ان احنا ان انا هتعلم يعني هتعلم وهدخل ثانويه عامه، وحصل. انت ازاي حصل بقى؟ اصريت لا يعني لما هم قالوا لي خلاص ما فيش اي سنه ما فيش اي تمريض على طول تمريض، فانت قدامك يومين وتكرري، في اليومين دول رحت خدت الملف بتاعي ودخلته المدرسه وقدمته وعملت كل الاوراق، قلت لهم لوحدك؟ ده مستقبلي، فقلت لهم وخلاص بعد يومين قلت لهم على فكره انا قدمت ثانويه عامه وانا خلاص. كان بيسمح لكم الخروج والدخول في مواعيد؟ كان مسموح كان مسموح الدخول والخروج، فرحت على طول المدرسه وقدمت وسحبت الملف بتاع المدرسه القديمه ورحت المدرسه الثانوي ورحت قدمت فيها وخلاص، فبالنسبه لي قلت لهم لا انا قررت القرار بتاعي ان انا هكمل وهدخل ثانويه عامه. يعني بعد نزاع فظيع سابوني الحمد لله ولا وكملت. كملتي فين بقى؟ اخدت بكالوريوس خدمه اجتماعيه بعد كده. انا خريجه خدمه اجتماعيه وفضلت لغايه ما خدت البكالوريوس موجوده في المكان. لحد ما اتخرجت تقريبا واشتغلت اخصائيه اجتماعيه في نفس المكان في الدار نفسها، وبعد كده بقى لما مشيت بقى خلاص رحت اشتغلت في شركه تانية وبدات حياتي. طب بقى برضو ايه الحاجات الصغيره اللي الناس بتعملها وهي مش مدركه انها تؤثر في نفس اليتيم؟ الناس اللي هو جوه الدار ولا بره الدار؟ الاثنين، احنا ما بنسقش لحد اطلاقا. لا هو في بالعكس، انما بنتعلم من التجربه. هو مش اساءه بالعكس، ده هي في شويه حاجات بسيطه الناس بتعملها بس هي بتعملها عن حسن نيه، لكن هي فعلا حقيقي بتسيء جامد. يعني مثلا زي ان احنا الخصوصيه بتاعتنا، ان احنا مالناش خصوصيه، الناس بتتعامل مع دور الايتام ان هي مكان كده زي جامع بندخله وممكن يدخلوا في اي وقت، مع ان الجامع بالعكس ممكن المواعيد بتاعته معروفه، لكن دور الايتام الناس بتتعامل معاه ان عادي انا عندي ساعتين فاضيين ما ادخل دار الايتام وكده كده هزور الولاد، ففكره ان الناس داخله وخارجه كانها
يعني حديقه حيوان، فدي بتاذي الاطفال الايتام الموجودين. يعني انت تفضلي ان تكون في مواعيد، ما هو في مواعيد للزياره طبعا، الصور اللي بتتاخد بقى، صورنا اللي بتتاخد، وفي معظم الايتام ما بيحبوش انهم يتصوروا او ان صورتهم تتاخد شخصيا طبعا. يعني لما اخش انا دار ايتام مع طفل كده واتصور، ايوه انا لازم استاذنه. انا لحد دلوقتي انا نفسي اهو من دار ايتام، لما بروح مؤسسات دلوقتي عشان بقيمها او اقعد مع الاطفال واتصور معاهم، مستحيل ابدا انزل الصور بتاعتهم. وهو طفل قبل كده قالها لي، الصور دي هديه ليكي، المفروض ان انت ما تنزلهاش او تديها لاي حد. طفل قال لي كده قال لي نهله، الصور اللي احنا صورناها معاكي دي هديه، ما تحطيهاش على الفيسبوك، دي حاجه خاصه ليكي. فانا لازم احترم حاجه زي كده. فالناس لما بتدخل بحسن نيه بتعملها، لانها مش عارفه ان ده بيأذي الطفل اليتيم. فهو ده المشكله، ان ما كانش في حد بيتكلم ويقول ايه الحاجات اللي بتأذي اليتيم وايه الحاجات اللي ما بتأذيهوش. كل الناس كانت فعلا زي ما حضرتك قلت كده مركزه على الاكل والشرب وكده، لكن ما كانتش بتفكر ايه النفسيه بتاعه اليتيم وهو متربي ازاي، طب ايه الحاجات اللي هي مضايقاه، طب ايه الحاجات اللي كذا. ايه راي حضرتك في فكره ان مثلا تروح اسره تتبنى طفل في الدار نفسها؟ يعني تخليه في الدار وتتبناه، هل دي حاجه كويسه ولا دي ليها عيوب برضه؟ لا دي حاجه كويسه، بس الاحسن على فكره، هو احسن حل للايتام هو الاسره نفسها، الاسر البديله، ان انا مش هروح واقفه له وهو في الدار، لا اخد الطفل معايا، لان الاسره هي. يعني انت بتحبذي ده؟ هو لازم، هو صح، هو الصح ان يبقى لازم يبقى في اسر بديله، يبقى الناس بتحتضن الاطفال معاها جوه الاسره، اعيش انا الحياه نفسها بتاعه الاسره مع الاحتفاظ الكامل بان انا عارفه انا مين، انا نهله اللي كنت من دار ايتام والاسره دي خدتني وربتني، فما فيش اي حاجه. لكن الصح ان انا اتربى مع اسره مش هتربى في الدار. فكل ما عدد يعني كأنسة مريتي بالتجربة دي، يبقى الصح وما زلت بتمر بيها، وما زلت بمر بيها، شايفة ان الصح انه انا مفيش مسألة ان انا ارعى طفل، اخده معايا في البيت وارعاه، ده نفسيا ليه احلى، ده نفسيا طبعا ليه احسن بكتير. بس المهم ان الاسره نفسها تتاهل لكده، لازم الاسر تتاهل، لان في اسر بتاخد الاطفال وهي مش مؤهله كويس قوي، فبتيجي على سن مثلا المراهقه او مش عارفه ايه وكده، وتحصل المشاكل فتقوم رجع الطفل تاني للدار. ده ما بيرجعش للاسف، الاسره مش هتاخده. كده بيرجعوا فعشان كده فعشان كده بيبقى في تاهيل للاسره من دلوقتي. قولي لي اللي بيرجع ده بيبقى حالته ايه؟ بيبقى حالته متدمره طبعا، بيبقى حالته متدمره. اولا الدار نفسها طبعا كده. مش زمايلي انا بس، انا شفت، لان انا بنزل دور ايتام كتيره فبشوف في ناس بترجع، في اطفال بيرجعوا، لان الناس ما بتعرفش تتعامل معاهم في مرحله المراهقه. فاحسن حاجه الحل السريع والاكيد ارجعه خلاص، كاني برجع بضاعه، هو مش بضاعه، هو نفس اساسا. وعلى فكره لو في اي خلل في التربيه فهو ملوش علاقه بالطفل، وليه علاقه بيك، لان انت اللي ربيته. اكتر حاجه بتزعجك كانت وانت في الدار، وانت بقى في السن اللي هو 10 12 13 15 سن بقى الصعب ده، فكرت اكتر إيه؟ اكتر حاجه بتزعج ان هو الواحد ما بيبقاش عارف هو مين. فكره ان انا مش عارفه انا مين، وانا جيت هنا ليه، وفكره ويعني ايه دار ايتام وكده، دي بتبقى حاجه مزعجه. دي اول طول الوقت طبعا بتشغل طول الوقت. ومع ذلك ما حاولتيش تعرفي انت لقوكي فين؟ مش عاوز اعرف لقوني فين، انا عاوز اعرف هو انا، لا مش عاوز اعرف، مش هيفيدني بحاجه، بس عاوز اعرف هو انا هنا ليه، وليه اساسا، ليه تم اختياري انا بالذات من ربنا ان انا ابقى يتيم، وليه، ويعني ايه دار ايتام، ويعني ايه، وليه كلنا نفس الاطفال في دور ايتام، عشان بيبقى دي كلها اسئله الناس بره في الشارع بتسالها لي، فطبيعي لازم انا اكون عندي الرد. ما عنديش الرد. ففكره ان انا ما عنديش الرد واطلع لمجتمع هو عمال يسالني الاسئله ديت، فالناس بقى ايه بره في الشارع بقى بيردوا، هم بقى ما شاء الله بيتطوعوا، بس بطريقه طبعا ما تكونش احسن حاجه. يعني النقطه اللي انت قررتي فيها، او هم قالوا لك مع السلامه، وبعدين ليه بقيتي من 50 ست مؤثرين؟ يعني عايزين نقطتين، فالاول انه فاجئوكي قالوا لك وانت مستقره، كنت قاعده في اوضه فيها كم واحد؟ 20. اوضه فيها 20 حتى بعد ما كبرتي كده؟ ده كده العدد قليل حلو يعني. العشرين قليل؟ اللي انت كنت قاعدة في أوضة فيها كام؟ يعني كنا بنبقى 25 في الأوضة، ممكن يعني على يعني حسب. يعني فيها 25 سرير؟ الأوضة فيها 25، يعني عنبر؟ ما هي دي بقى 25 سرير، ليه حمام واحد؟ ايه؟ ليهم حمام واحد؟ حمام واحد. ما دي كلها بقى من الحاجات اللي انا دلوقتي مفروض في شغلي. معلش احنا بنحفر كده حاجات بسيطة، يعني 25 في أوضة وليهم حمام واحد وكل واحدة سرير. وليكم مثلا في ثلاجه بتاعتكم ولا مفيش حاجه؟ لا كان في ثلاجه. ما هي دي بقى من الحاجات اللي دلوقتي في شغلي بحاول بقى ان انا بيها. انزل اقيم الدور عشان ما تكونش بتحصل فاي حاجه حصلت في الدار. بحاول ان الواحد كل واحده ليها دلاب برضو. طب كويس.
بس هو فجأة كده قالوا ايه بقى اللي حصل؟ احكي لي بس. لا نهلا مع السلامة، يلا انتوا كبرتوا وبقيتوا عندكم بين يوم وليلة ايه كده. اه يعني مش مثلا الشهر الجاي ولا السنة لا 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 لا. فبين يوم وليلة، والمفروض ان القانون دلوقتي حتى بيقول ان المفروض يحصل فترة تأهيل، وان لازم توضبوا لنا المكان اللي احنا هنمشي فيه ونروح من فيه. من قد ايه ده نهلك انا كده؟ من حوالي 6 أو 7 سنين. مع السلامة نهلة. اه بس فجأة بقى لقيت نفسي في الشارع. بعد ما خلصت البكالوريوس؟ اه بعد ما خلصته بسنة أو سنتين. كنت بتشتغلي؟ في الدار. في الدار؟ قالوا لك روحي تعالي بكرة الشغل. لا مفيش شغل بقى. ده انا علاقتي اتقطعت تماما. ده استماره سته كامله. استماره سته كامله. لا لا مع السلامه. مع السلامه. ومفيش شغل. لا خالص. ومعكيش فلوس. لا. فكان لا شنطه تدوم يعني فعلا يعني في الشارع. الكلام ده اتقال لك بعد الدور مثلا او الصبح تاني يوم؟ هو في نفس اليوم مشيت. في نفس اليوم؟ اه. لميتي شنطتك؟ ومشيت بقى خلاص. قعدت شويه عند واحده واحده اعرفها، كانت هي مشرفه عندنا في الدار. وبعد كده شويه بقى في ناس صحابي جابوا لي شغل في شركه، فبعدها بشهر قدرت بقى ان انا اجر شقه والدنيا مشيت الحمد لله. قوليلي كان احساسك ايه في لحظه الخروج دي؟ لا طبعا ضياع، يعني ضياع فجاه كل حاجه، الباب اتقفل ورايا، فبالنسبه لي اي سند ليا في الدنيا ضاع، يعني ومفيش حد ولا سأل ولا رحت فين ولا أي حاجة، وأنا في الشارع. فلولا لا خال ولا عم ولا ابن خالة عم ولا هو كل السند بتاعي كانت الدار ومشيت. فبالنسبة لي ايه الإحساس ده؟ يعني أنت خرجتي بشنطتك من المكان في مصر القديمة مش عارفة أي حاجة يعني. لا 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 معاكي شهادتك وشغل اتطردتي منه ومفيش حاجة خالص. دول السيدة الفاضلة ديت خليتك عندها في البيت، قعدتي عندها شوية. قعدت عندها شوية وبعد كده بقى خلاص قدرت أجر شقة وبدات اشتغل وكده وخلاص. يعني دلوقتي انت بتشتغلي في جمعيه برضو؟ احنا مش جمعيه، مش دار ايتام، بس احنا بنشتغل مع جميع دور الايتام اللي في مصر عشان بنعمل على تنميتها وتطويرها عشان ما يحصلش اي حاجه من دلوقتي. شغلك بقى مستقر وتمام الحمد لله.